خالتي الناس دول هيقلشوها. سامي دخل عليها دخلت عيل انتحاري هيولع الدنيا. يبقى الصح ايه؟ ايه الصح بقى يا عبقري زمانه؟ الصح ان احنا نطلع من الليله دي ب 2 مليون جنيه. ايه؟ 2 مليون جنيه كده؟ اه اطلع بره يا ابليس. 2 مليون؟ ما تبس بقى يا بيت لما نشوف الراجل بيقول ايه. قول يا حبيبي الفلوس دي كلها بسم الله ما شاء الله بتاعت ايه؟ انا عارف ان نعمه مش عايزه فلوس بس خلاص المركب بتغرق. هتروح على صديق بيه الشركه وهتقول له يا اما تديني 2 مليون جنيه يا اما تديني حقوق الزوجيه زي سمر هانم. ايه هي حقوق الزوجيه؟ تقعدي في الفيلا في السويت بعربيه باشتراك النادي وتقب على وش الدنيا. ايه الحكايه؟ شايف اللعب يا فاشل؟ شايف اللعب؟ ابليس ده لما بيشوط الكوره بيدخلها جول على طول. قول قول يا اللي كلامك حكم.